تفضل. أنا ستكالي عضو مجلس مدينة رباط ونائب برلماني لاتحاد الشباب. فيما يخص لجنة المساواة وتكافؤ الفرص اللي جابها الميثاق الجماعي واللي نص على الإحداث ديالها، مدينة ديال رباط انخرطت في هذه التجربة. ممكن نعتبروها كانت نموذج حقا الأول بالنسبة لواحد العدد ديال الجماعات اللي كانت باغي تنخرط في التجربة. الانطلاقة جات بطلب واقتراح من الرئيس مع أعضاء المكتب الموسع، لأن رباط عندنا تجربة كذلك في المكتب الموسع اللي كيضم كل الحساسيات السياسية، حيث في سنة 2010 لم يعد لنا أغلبية المعارضة بكل حساسية تساهم في تدبير شؤون العاصمة. ومن هذا التوافق الواسع كان جوج ديال المشاريع نعتبرهم أساسيين. المشروع الأول هو أنه نحدث له لجنة المساواة وتكافؤ الفرص. المشروع الثاني هو أنه ننطلق في إعداد مخطط جماعي للتنمية. هذا اللي كيعني لنا اليوم هي اللجنة. كان اجتماع ديال المكتب الموسع حول هذا الموضوع، وطلب مني الرئيس على أنني نقدم شي ورقة في الموضوع. شنو كان عندنا؟ كان عندنا المادة 14 اللي كتكلم على الإحداث ديال اللجنة، وكتحدد لها الدور ديالها، أنها تستشار في كل القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص. للأسف الميثاق ما كيلزمش بخلق هذه اللجنة، ثم ما كيحددش بشكل واسع الصلاحيات ديالها. تتكلم على أعضاء ديالها خصهم يكونوا كيمثلوا فعاليات من المجتمع المدني، فعاليات مدنية وشخصيات مدنية. فهمنا ما هادشي بأنه خصها تكون ممثلة من المجتمع المدني المحلي، ولكن شنو هي الصلاحيات؟ لأنه لما مشينا نروح الدستور لقينا بأنه نروح للميثاق، لقينا بأنه تضمين الميثاق ديال 2008 2002 اللي تم تعديله 2008، لأن هادشي جداد في 2008 في التعديل. التضمين ديال هاد اللجنة كانت بطلب وبإلحاح وبنضال من الهيئات الحقوقية، خاصة الهيئات النسائية اللي كتدافع على حقوق المرأة، وكان الهدف هو تحقيق المناصفة لا على المستوى التمثيلية داخل المجالس ولا على مستوى الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى المحلي، وتحقيق المناصفة على مستوى الميزانية مبنية على النوع كما تقوم به الحكومة منذ سنوات، يعني الميزانية كذلك تطرق لها الجانب، وأشياء أخرى اللي الهدف منها هو أنه يوصلوا لهدف المناصفة. ولكن الصيغة كما جات في الميثاق تتكلم على المناصفة وتكافؤ الفرص. تكافؤ الفرص ليغاليتي دي شونس، وهنا في تكافؤ الفرص كان تأويل لا على مستوى الوزارة الداخلية ولا على مستوى عدد المجالس، أنه يتعلق الأمر بمقاربة النوع الاجتماعي، ماشي النوع الاجتماعي، أنه يتعدى مسألة المناصفة وحقوق المرأة إلى حقوق فئات أخرى كأشخاص في وضعية الإعاقة، كالطفل، كالشيوخ، الأشخاص المسنين، وكل الفئات اللي ممكن توجد نفسها على الهامش أو تعرف صعوبة في الاندماج على مستوى التنمية المحلية. فهذا نقاش حقا فلسفي، ولما عملت استشارة أنا شخصيا باش نقدم الورقة كل شيء كان يمشي في اتجاه أنه لدينا فرصة اللي كي ننفتح المجتمع المدني، ما عندنا حتى شي آلية قانونية اللي كتسمح لنا كمجلس نفتحه كباقي الدول المتقدمة في اللقاءات
اللي كدير مجالس ديال الشباب او كدير مجالس ديال الساكنه موازيه، كدير يعني فين كيلتقيو المنتخبين مع الساكنه بشكل دوري قانوني يتداولون حول القضايا المحليه. فقلنا هذه فرصه باش ندمجوا هاد كل هاد الفئات، وبالتالي الاقتراح اللي خرجنا به في الرباط وانه نمشيو لكل الجمعيات ديال المجتمع المدني في المجال الحقوقي، في المجال الاجتماعي، في المجال في المجال الفني، في المجال الرياضي، وهكذا كان. لما اتفقنا على المساله هذه كان خصنا اختيار من هم هؤلاء الشخصيات، كيفاش يوقع التوافق حولهم. رئيس اقترح واحد الشيء، قال بما انه الان ندبروا هذا المجلس في اطار توافق، اعطى لكل الحساسيات السياسيه لانها تقدم باقتراحات، وتقدمت باقتراحات اللي قمت انا بالتجميع ديالها. ومع الرئيس بطبيعه الحال احترمنا واحد المجموعه ديال المعايير باش نختاروا هاد الاشخاص. احترمنا معايير مجاليه يعني يكون المقاطعات كلها ممتلة، احترمنا معايير على مستوى الفئات العمرية، خدينا من الشباب، خدينا كذلك من الجمعيات اللي كتهتم بالمسنين، احترمنا معايير ديال قطاعية، يعني خدينا فعاليات المجتمع المدني اللي كتشتغل في مجال الاقتصاد التضامني أو في المجال الاجتماعي أو في الرياضي أو في الثقافي، ثم خدينا بعض الشخصيات اللي كنشوفوا فيها رموز محلية رياضية ثقافية إلى آخره. أنا نبعث لك اللائحة وتشوف العدد ديال مجال السينما، مجال الرياضة، مجال المسرح إلى آخره. اتفقنا إذن على هذه الشخصيات وقلنا كيفاش غنشتغلوا، كيفاش غنشتغلوا. قلنا بأن خصنا نجمعوا هاد الناس، نطلبوا منهم أولا ينخرطوا في هذه اللجنة، ونقول لهم بأنكم انتم كنعتبركم مجلس بلدي لمدينة الرباط للظل، مجلس للظل، مجلس موازي. هذه المسألة ربما أزعجت بعض المستشارين الذين كانوا يتخوفوا من أنهم يتم يعني ازدواجهم أو خلق مرادفات لهم، لا أنهم يتعودوا بهذ الناس، لا أبدا. هذه اللجنة ديال الاقتراح وديال الاستشارة، وقلنا لهم بأنه إحنا بغيناكم باش نشاوروا معكم في القضايا الكبرى للمدينة، وأول المشاريع اللي بغينا نشاوروا معكم فيها هو المخطط الجامعي للتنمية. وهنا وزارة الداخلية في الدليل اللي خرجات اللي كيهم المخطط الجامعي للتنمية أكدت على الدور ديال اللجنة ديال المساواة وتكافؤ الفرص في المراحل ديال إعداد المخطط، أكدت عليها. فإن كنا صائبين في هذا الشأن، ولكن قلنا لهم بأنه غيمكن نتناقشوا معكم أشياء أخرى كالميزانية المتعددة السنوات وكملفات اللي تبغون نتكلموا فيها، كملف ديال تعاملنا مع الجمعيات أو ملف ديال تعاملنا مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أو ملفات يعني متفرعة عن المخطط، ملف كيهتم بالتنمية الاقتصادية، كيفاش كنشوفوا أننا ننمو الجاذبية ديال المدينة إلى آخره. عقدنا أول اجتماع، وكان اجتماع ديال التعارف ديال تفسير هاد المهام المنوطة بهذه اللجنة. بطبيعة الحال الملاحظة اللي لاحظناها في أول اجتماع لما وأنه ماشي كل أعضاء اللجنة عندهم نفس التصور للدور ديالهم. أولا إلا اجتمعوا كلهم حول أنه هذه فكرة يعني يرحب بها ونموذجية وفيها يعني الابتكار يعني الانوفانت انوفاتريس، وأنهم لأول مرة كيتم استشار فعاليات، وحنا ما كنا كنشوفوا المنتخبين إلا من انتخابات. إلا استثنينا هذا الشيء كيبقى تصورهم ودورهم يختلف من فعالية لأخرى. فهناك جزء اللي استغل هاد اللجنة كأرضية للترافع ولدفع التظلمات وتقديم التظلمات، يعني مشاكل ديال السكينة، الحفار، الإنارة، الشغل، السير، الجولة، مشاكل اللي فأصبحنا وجزء اللي كان
فاهم الدور ديالو انه خصو يكون قوه اقتراحيه بالنسبه للبلديه. اذا كان واحد الوقت حقيقه مهم كيمشي في الاجتماعات فهاد المداخلات اللي كانت كتكون بعيده على 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 الصواب. وهنا الدرس اللي خصنا نفهموه وانه الاختيار في الاول خصو يكون يعني مضبوط والمعايير تكون مضبوطه، ولكن قبل ما نختاروا اي شخص خص يكون ملم تماما بالدور اللي عليه. علي تح قلنا فيما بيننا الان هاي اللجنه كيترأسها حسب ميثاق رئيس المجلس البلدي ما فيها نقاش، ما دون ذلك خصنا نديروا هيكل فيما بيننا ونديروا طريقه ديال العمل. هادشي فين غنديروه؟ غنديروا لواحد الاطار اللي هو نظام داخلي. فسهرنا اولا وقبل كل شيء على بلوره اطار او نظام داخلي اللي نص على دوريه ديال الاجتماعات، اللي نص كذلك على اننا خصنا نشتغلوا في اطار اللجان لانه ملفات كثيره و متعدده بتعدد الاختصاصات داخل هذه اللجنه، واللي نص كذلك على العلاقة بين هذه اللجنة وبين المجلس ومكوناته. خرجنا هذا المشروع كنظن كذلك يمكن لي نبحث عليه ونبعثه لك القانون الداخلي. من بعد اشتغلنا واحد جوج لقاءات اعتقد لا اكثر، انا سوف افسر من بعد علاش. جوج لقاءات كانت بمناسبة عرض مخطط جماعي للتنمية، عرض الخطوط العارضة، عرض المنهجية، لأنه ديك الساعة يلاه خدينا مكتب الدراسات وطلبنا مكتب الدراسات باش يجمع في اللقاء الأول. فيما كنا كنخدمو في المجتمع المدني كنخدمو في هاد اللجنة يعني لأنها موجودة ومعروفة، عيطنا لهم باش نقدمو لهم الخطوط العارضة للمنهجية ديال العمل لإعداد هاد المخطط. مزيان، عطاونا اقتراحات افكار مهمه خديناها بعين الاعتبار، ثم استدعيناهم في محطه اساسيه في هذا المخطط اللي هي محطه ديال استشاره المدينه. المخطط لما عمل تشخيص التشاركي الترابي هذا التشخيص عرضوه على المجلس وعرضوه على عرضناه على بعد في اطار ورشات على يعني مكونات ديال المجتمع المدني في الاحياء. لكن قلنا لما التشخيص النهائي اكتمل ومن التشخيص خرجنا بثلاث توجهات استراتيجيه للتنميه في مدينه الرباط. اولا التوجه الاول اللي هو تعزيز التنافسيه والجاذبيه ديال المدينه. المحور الثاني استراتيجي هو التماسك الاجتماعي. هذا التماسك الاجتماعي المحور الثالث هو الحكمة المحلية وتحسين الحكمة المحلية. من وصلنا هذه المرحلة درنا استشارة المدينة، ومن ضمن الفئات والشخصيات اللي عرفنا لها في استشارة هذه المدينة هذه اللجنة. طبعا الحال كل فاعلين على المستوى إذا مستوى المصالح الخارجية، عرفنا كذلك منظمات أخرى نقابية، عيتنا الهيئات المجتمع المدني دون هذه الهيئات اللي كاينه داخل اللجنة، عيتنا لكل من ساهم داخل الأحياء في إعداد هذا المخطط وفي الورشات كانوا حاضرين. وكانت هذه اللجنة يعني كتشكل نواة هذا اللقاء التشاوري، كان في تقريبا شي 200 ديال الناس، وكان في ورشات في يومين من بعد انقطع التيار. علاش انقطع التيار؟ لسبب أساسي، وأنه بعد 2011 كانت سنة سياسية كان فيها متغيرات يعني كبيرة، كان دستور، كان انتخابات، وخصنا نعرفوا على أنه انتخابات تشريعية ترمي بظلالها وبآثارها على العمل داخل المجالس المحلية وعلى الاستقرار داخل المجالس المحلية. الانتخابات 2011 عادت النظر في ذاك جو توافقي
اللي كان في الأول سعيد، و طبيعة الحال تغيرت المواقع، الأحزاب الحكومة ما كانت معارضة أصبحت في الأغلبية، وبالتالي تغيرت المواقع واندرت البعض للبعض، وبالتالي كانت حسابات كذلك. بالتالي خرجنا ذاك الجو التوافق إلى جو متشنج، واضطر على إعداد مخطط لأنه كذلك نحن كنحاولوا نهيوه، ولكن كان في تأخر بسبب هذا الجو، وطبعا أثر كذلك على انعقاد اجتماعات هذه اللجنة، لأن نحن نأمل أنه نستمر مع هذه اللجنة. أولا لما نعدوا المخطط ونساليوا منه نقدموا لها، كما ينص على ذلك الدليل لوزارة الداخلية اللي كان نشوفه يعني كان في اجتهاد، ثم لما توفر الظروف السياسية داخل المجلس أن نأخذ جوج أو ثلاثة الملفات أساسية بالنسبة لنا نعطيها للجنة تشتغل عليها. الآن فيما يخص المستقبل، باش نداركو كل المشاكل اللي يمكن تعرض للعمل ديال هذه اللجنة، مع العلم أن واحد العدد ديال المجالس تخوفت من هاد اللجنة، لأنه الآن رحنا من درنا هاد اللجنة في الرباط رحنا كرسنا ثقافة ديال الديمقراطية التشاركية اللي في الحقيقة على مستوى الممارسة مازال بلادنا متأخرة فيها، وخاصة على مستوى الجماعات المحلية. إذن باش نعززوا هاد الخطوات لازم من الميثاق الجديد القانون ديال الجماعات المحلية المقبل أنه يأخذ بعين الاعتبار كما فعل ذلك الدستور هذه الآليات ديال الديمقراطية المواطنة التشاركية، وبالتالي لجنة من هذا النوع ستوضح الاختصاصات ديالها، ومن المؤكد أنه لجنة خاصة بالمساواة والمناصفة ستكون، هذا لأنه هذا ورش عندنا فيه تأخر، ما خصناش القضية ديال المرأة نخلطوها مع قضية أخرى اللي نعكس سلبا على هذه القضية. ثم أعتقد أنه في المستقبل أن تكون لنا لجنة خاصة بالمناصفة، وأن يكون لنا تكون لنا لجنة استشارية مع الشباب، أنهم الآن في الهرم الديموغرافي الشباب يشكلوا الوعاء الواسع أو الطبقة الواسعة عدديا في بلادنا، وتنعرفوا بأنه الجهوية المتقدمة والميثاق الجديد من المؤكد أنه سيعطي صلاحيات أكثر للمجالس في مجال التشغيل وإنعاش التشغيل في مجال التأطير ديال الشباب، فلازم من مجلس فيهم الشباب ثم مجلس آخر اللي هو اللي يعود هذه اللجنة، هذه مجلس واسع اللي فيه مكونات عدة من المجتمع المدني اللي يمكن ياخذ اسم من أسماء، يمكن يكون لجنة تكافؤ الفرص أو لجنة العلاقة مع المجتمع المدني مثلا، يعني علاقة على غرار الآن قطاع العلاقة مع المجتمع المدني في المجالس كذلك يجب أن نضع إطارا للعلاقة مع المجتمع المدني. شكرا لك سي